السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هنقدم لكم الفيسة العمية أو التردة، وكاين اللي كيقول لها الخبز مسقية. المهم هذا النهار غنقدمها لكم إن شاء الله بمناسبة هذا البرد. هانتوما عندنا جوج بصلات كبار مشلضين، هانتوما يا جوج بصلات كبار ولا ثلاثة يكونوا مويان. عندنا واحد طريفات ثلاثة طراف ديال القرعة الحمراء، عندنا الحار، عندي واحد البطاطا الحلوة، وعندي واحد شويه ديال البطاطا العاديه كيبغيوها الدراري. عندنا هنا حب الرشاد، هو هذا حب الرشاد. عندنا بزار فلفل اسود، عندنا هنا سكينجبير، سكينجبير عندنا خرقوم، هنايا شويه دراس الحانوت، قزبور يابس مطحون راه مزيان، هذا دخلوه في جميع الطبخ ديالكم راه رائع وفيه فوائد كبيره. هنايا عندنا الملح، هنا عندنا السمن، السمن الحلبه اللي كيبغيها هكذا غي يلوحها هكذا سميتو، انا كنديرها في طريف الثوب وكنلوح وعاد كنصاوبها، لان كاين اللي ما كيبغيهاش الماء ديالها كيطلق تمايا وكنحيدها، اللي بغاها كنهز لها حداه. عندنا شويه ديال العدس، وعندنا شويه ديال الفول، زيت بلديه عليه تقريبا كاس العرض. يلا غنبداو بسم الله. وعندنا هذا اما الدجاج البلدي اللي بغى يديرها بالدجاج البلدي او الكرداس او القديد، انا درت الكرداس بسم الله. نديرو زويته بلديه، انا خدت شويه ديال سكينجبير، ناخذو بزار، عندنا الخرقوم، عندنا راس الحانوت، قزبور يابس، شويه د الملحه، غنديرو السمن، رجعو هادو فوق النار مع شويه د الماء بسم الله، ردوهم يتحروا شويه وعاد نرجع معاكم. هو بعد ما طاب الكرداس ديالنا والبصله والعطريه، دابا غادي نضيفو الفول، غسلتو ونقي مزيان، هنايا العديسه ديالنا، هنايا غنضيفو مطيشه، راه قبيله ما قلتها لكمش، هي مطيشه جوج حبات ديال المطيشه مقسمين على اربعه، هذه ديك الحبات البطاطا الحلوه، هذه طريفه ديال القرعه الحمراء، الحار، هذه البطاطا كيبغيوها الدراري الصغار. هنايا درت الحلبه، درتها في طريف ديال الثوب في حياتي، لان كاين ما وها واحد برشاد. هنا واحد طريف ديال القرعه الحمراء حكيتو، هو غنضيفو حتى هو يا باب كيختر المرقه وكيعطي هذيك اللوين زوين. دابا غنرجعوها طيب ونرجعو معكم ان شاء الله. ها هي دزت شويه ديال الماء، وها الربيطه ديال الربيع مربطه، دابا غنخليوها طيب. هذه الخبز ديال الزرع ديال الدار، خصها ضروري تكون ديال الدار بالخميره البلديه، وكاينه اللي فيها الشعير وحبه حلاوه، النافع، الزنجلان، زريعه الكتان، المهم الزرارة فيها. هيا كتشوفوها طحين يعني الزرع الكامل والشعير،
والخميره البلديه لان كتكون حتى هي صحيه، لان انا الخبز والخميره البلديه عندي عزيزه، ما كنبغيش كان نسيبها ولا شي حاجه، هي هذه كنجمعها. بعد ما حيت تصنت لواحد الدكتور ديال التغذيه وهضر على هذه الوصفه، هي وصفه قديمه ولكن الجيل ديال دابا ما كيعرفهاش، والفوائد ديالها يعني كبيره بزاف بزاف بزاف. فسمعتو كيهضر عليها قلت علاش ما نديروهاش ونتقاسموها بيناتنا، واللي ما كيعرفهاش يعرفها. فاحنا قطعناها طريفات صغار، دابا ردوها تصفور باش ترطاب، ردوها تصفور على ما توجد الطوا ديالنا ونسقيوها ان شاء الله بالصحه والراحه. ها هو الطبق ديالنا، ها هو واجد وبالصحه والراحه، نتمنى يعجبكم. واحد الريحه طالعه منه غزاله، ها هو دا المريقه اللي بغى يزيد المريقه ويزيدها، وبالصحه والراحه ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله. بصحتكم.